دكتور حياتك قلت انه البطاطس، لا احنا هنغير فكرتكم السيئة مظبوط. عن البطاطس واحنا هناكلها في الدايت ومش هنحرمكم منها، بس هنعملها بطرق تبقى شهية ولكن كمان بسعرات حرارية فعلا قليل. نعمل البطاطس ازاي؟ طرق كتير. احنا ممكن نقطع البطاطس مثلا ويدجز، يعني ممكن البطاطس تتقطع 4 أو 5 تتنقع في مية بخل، مية دافية بخل، فتخلصنا من كمان من معظم من 16% نشا هيقل منها، يعني هتلاقي في نشا كتير أبيض نزل تحت بعد النقع 2 أو 3، وبعدين تخرج تتصفى كويس وتترش بهارات. البهارات اللي احنا نستخدمها بهارات مدفئة. ايه البهارات المدفئة أو المعرقة اللي هتسبب تعرق؟ الجنزبيل البودر، بس الجنزبيل مش هنحطه لو احنا مرضى ارتجاع في المريء او قرحة معدة. لو اصبنا قبل كده بجلطة في اي شريان في القلب، سواء شريان تاجي او الاورطي، ما بفضلش ان احنا نستخدم الجنزبيل لان ممكن يرفع ضغط الدم بسرعة كبيرة جدا. الناس اللي عندها ضغط دم مرتفع هنلغي برضو جنزبيل. بس هنا يعني البهارات كمجمل هنحط جنزبيل بودر، هنحط قرفة، كمون، ده مطهر معوي رائع وهيسهل لي الحركة الدودية للأمعاء، فهيخلي الإخراج كمان سهل، فهيخلينا مرتاحين. ممكن نحط زعتر أخضر ناشف أو أخضر طري، يعني الزعتر بيتزرع دلوقتي في مصر بكميات كبيرة جدا وبيتصدر بره كمان، وطعمه هايل وبيضيف قوي وفي ميزة نكهة حلوة في حلوة. الشتاء جدا إن هو منفس ومنقي لسوائل للميكروبات الرئويه كمان، فده هيساعدني في مكافحه نزلات البرد والفيروسات بقى بنتكلم والفيروسات عليها الموجوده والتهاب دلوقتي. الرئوي اللي بدا ينتشر اليومين اللي فاتوا. ملح خفيف جدا، بفضل هنا نستخدم الملح البحري كامل او الملح الخشن اللي هو الرشيدي، لان في كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها طبعا مع اليود. او نستخدم الملح اللي بيسموه ملح الهيمالايا، بس هو طبعا بس ده ملوش غالي علاقه شوية. بالهيمالايا. لا، اساره حلوه في مصر، يعني موجود عند العطارين غير العبوات اللي بره باسعار كويسه جدا. يعني طيب هو يبقى ملح نجيبه من صخري، العطار ما هو نجيبوش نوع من من السوبر انواع ماركت الملح لان فعلا الصخري. بيبقى غالي. طيب دكتور، هو الملح الرشيدي ده اللي هو تخين، الخشن، الملح غير مكرر، اي بيبقى تخين كبير حتت كده كبيره شوية، حتت كبيرة. بتدوب، او ممكن نطحنها احنا في ممكن المطحنه نطحنها بقى في تبقى بودر المطحنة، تاني يعني. ده افضل لان هو غني غير بالمعادن، معالج. غير معالج. دي بلاش الملح اللي احنا بنجيبه ده اللي هو الناعم، مظبوط. بلاش، لان ده كوليسترول الصوديوم فيه مرتفع جدا، فبيرفع الضغط كمان بسرعه كبيره. بيرفع ضغط الدم جدا، انا بسمع كده. لو احنا خلطنا كل البهارات دي على البطاطس وسيبناها شويه بحيث ان البطاطس نفسها تاخد من الطعم قبل ما تدخل في عمليه الطهي، في حالتين: انا ممكن رشه زيت زيتون ببخاخه بسيطه او بفرشه بسيطه جدا او نقط بسيطه على البطاطس واخلطها مع بعضها وتدخل الفرن، تتحط في صاج ورقة او في زبدة طاسه، مثلا. ممكن تحتيها ورقه زبده او ممكن محطش خالص، وتتحط في الفرن هتتقلي او هتتحمر وتاخد تبقى كريسبي من بره ومن جوه طريه جدا وطعمها كويس جدا. ممكن محطش زيت خالص على فكره، هتطلع بنفس النتيجه. طب دكتور، انا سمعت برضو البطاطس يستحسن تتعامل زي البطاطا بقشرها زي ما نصحتنا. ده احسن كتير طبعا. احسن. بس هنا هنغسل، لازم ليفه خشنه طبعا يتغسل بيها القشره من بره، اللي هو هشيل المنطقه اللي بتحتك بالتربه واسيب المنطقه القشره اللي تحتيها على طول. لو حضرتك بتغسلي او بنشوف البطاطس المصريه بتاعتنا بنلاقيها بتقشر لوحدها، هي دي الطبقه اللي انا عايز اشيلها بس، لكن اللي تحتها اسيبها هي موجوده زي ما هي. طبقه خفيفه جدا بس كده. طيب انا بحب قوي البطاطس المسلوقه وبحس ان هي بتتعمل او ممكن تتعمل صحيه اكتر طبعا، بطرق مختلفه جدا وطعمها كمان بيبقى، وممكن تبتكري فيها. انت ممكن تعملي وجبه من البطاطس المسلوقه لو البطاطس هي تتغسل كويس، بطاطس حجمها كبير وتتسلق وهي سليمه، وبعدين تتفتح زي الساندوتش كده ويتحط فيها البروتين اللي انت عايزاه. دي أكلة شهيرة جدا في تركيا على فكرة، ممكن بياكلوا تدخليها الفرن حتى تاني. بيحطوا البطاطساية زي ما هي خد وبيقسموها. بالك بيحطوا جبنه وبيحطوا بهارات كتير. لا احنا مش حضرتك هنلعب اللعبه شفتها دي. صح؟ كلتها مش شفتها. ايوه، هما فعلا بيحطوا جبن مختلفة انواع، بس خلينا احنا نعملها بالطريقة الصحية بقى. بالظبط، ما ان هو انا مش هحط جبن، هحط مثلا حته فيليه فراخ من صدر فرخه لطيفه جدا ما فيهاش دهون، تقطع تاخد تشويحه صغيره على نار برضو من غير دهون، او ممكن استخدم زيت صحيح. انا بس بفضل دايما الزيوت اللي هتستخدم او هنستخدمها في درجه حراره مرتفعه او لفترات طويله يكون زيت عباد شمس، لانه زيت هنا ما بيحصلوش تكسير ومش هيتحول مع لزيت الحرارة. مهدرج مع الحراره. زيت زيتون طبعا ما بفضلش اسخنه ابدا،
لانه هيتحول لدهون ثلاثيه او دهون بقى، هيتحول لدار بقى، اه طبعا دار جدا يعني. زيت الزيتون دايما بارد فقط، وبفضله يا اما على السلطه او معلقه على الريق الصبح. ولازم اتحرى الدقه في موضوع زيت الزيتون ده، لان زيت الزيتون معظم اللي موجود في السوق مغشوش بعباد الشمس 50% ل 50%، واحد لواحد. على فكره في تركه كده بسيطه ممكن نقولها للناس عشان يفرقوا الزيت زيت الزيتون المغشوش من من الاصل. لما بيكون في مراره شويه ده الاصلي، ده الاصلي اه ليه زي عسل؟ لا ما هو ست بيت برضه، مع انه هو مش حلو، بحب الاكل جدا، لطيف جدا. ممكن هنا احط البروتين اللي انا عايزه، احط ازوق بالخضار اللي انا عايزه، انواع خضار كتير جدا. ممكن اعمل نوع من انواع الباستو لو انا عايز ادفى فعلا وبحب الحاجات الحراقه. الفلفل البلدي الحراق بتاعنا يتعمل مع توم والبهارات اللي احنا هنحطها في المطحنه، ويبقى زي الباستو خفيف جدا، يتحط على وشها وتدخل الفرن. يعني التوم يتعامل مع البهارات. طب اقول لك الخلطه بتاعتي بقى. البهارات احط يعني رشه جنزبيل خفيفه، رشه فلفل اسود خفيفه جدا، وهنا الناس برضو اللي معدتها تعبانه يا ريت ما احطهاش. كمون بنفس الطريقه، مع الفلفلايه حاميه خفيفه قوي، وفص توم، وحبه كزبره، ورق كزبره الاخضر، وحبه بقدونس، ويتحطوا في المفرمه يطلعوا زي العجينه، يتحطوا على وشها وتدخل الفرن. صحيح. طيب هما بيستخدموها كساندويتش يعني، هي بيفتحوا. احنا هنعمل كده، احنا هنحط جواها البروتين بتاعنا، عشان هو ممكن الناس ما تبقاش يعني مستوعبه او وصل لها الفكره قوي اللي احنا بنتكلم عليه. هي البطاطسايه بتبقى كامله سليمه، كامله ومسلوقه، وهنقسمها هنفتحها بس زي الساندوتش بالظبط. ايوه بتتفتح، ونحط فيها البروتين اللي احنا عايزينه. ممكن احط على فكره سمك مشوي او مسلوق او متبخر معمول على البخار، ممكن احط فراخ، ممكن احط لحمه. وهنا كمان ده ممكن يبقى ريسايكلينج للاكل، يعني ممكن اي حاجه فاضله عندي ممكن احطها واخلق اكل جديد. واحنا لو بنتكلم على التوفير بقى دلوقتي، يبقى دي مهم جدا، دي من طبعاً الافكار طبعاً الحلوه جدا. وعلى فكره يعني واحده هتبقى كافيه جدا لشخص بالغ، يعني بطاطسايه واحده دي هايله، دي مشبعه جدا على فكره، وهتديله طاقه هايله، ويقدر يتحرك زي ما هو عايز، وهيبقى فيها بروتين لاحم اللي هو البروتين الكامل بيولوجيا اللي انا محتاجه عشان ابني عضلاتي. الخضار كمان هيبقى فيه نسبه فيتامينز هايله، واملاح معدنيه جميله جدا. غير كمان الاعشاب العطريه زي البقدونس والكزبره والحاجات دي، اعشاب ليها تاثير مطهر للجهاز الهضمي. فاحنا كده اخدنا روشتة علاجيه في وسط وجبه. طيب هما بيطلعوها وبيبتدوا يهرسوها بالشوكه، هي بتبقى مقسومه يا جماعه. ايوه على اساس تبقى بيهرسوها بالشوكه، هي بتبقى طريه جدا بعد السلق. حضرتك قلت لنا هنضيف ممكن صدور الفراخ، احط البروتين اللي انا عايزه يتخلط معاه، والخلطه اللي حضرتك قلتها دي على الوش وتدخل الفرن. مش هحتاج احط جبن، مش هحتاج احط زيوت خالص. والعصاره اللي نازله من الباستو او الخلطه اللي احنا عملناها بتاعت الخضار هي هتكفي كمان للتسويه والتطعيم، وهتديها طعم كويس جدا.